أعلنت كوبا انضمامها إلى جنوب أفريقيا في دعواها أمام محكمة العدل الدولية والتي تتهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية. وقال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريجرز أن بلاده قررت المشاركة بصفة دولية كدولة ثالثة في شكوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. مع تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي، تتزايد قائمة الدول التي تعلن انضمامها إلى جنوب أفريقيا في دعواها أمام محكمة العدل الدولية، لتتهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية المبرمة عام 1948 في هجومها على غزة. فتح الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين العزل أحدث تحولا في الرأي العام العالمي وحرك كوبا لتعلن انضمامها في الدعوة المرفوعة أمام المحكمة الدولية ضد إسرائيل فوفقا للخارجيه الكوبيه فان هافانا ستستخدم حقها في ان تقدم بصفاتها طرفا ثالثا وفقا للقانون الدولي تفسيرها لقواعد الاتفاقيه التي انتهكتها اسرائيل بشكل صارخ عبر افعالها في الاراضي الفلسطينيه المحتله بشكل غير قانوني حق اصيل يكفله القانون الدولي لدوله ليست طرفا في النزاع ويمكنها من ان تقدم حججها القانونيه لدعم تفسير اتفاقيه الاباده الجماعيه مبادره هافانا تاتي توافقا مع التزامها الراسخ والمستدام بان تدعم وتساهم قدر الامكان في الجهود الدوليه المشروعه الراميه الى وضع حد للاباده الجماعيه المرتكبه ضد الشعب الفلسطيني اذن هي محطه جديده في مسار ليس بجديد تحت اروقه محكمه العدل الدوليه التي كانت قد امرت اسرائيل في وقت سابق بالوقف الفوري لهجومها العسكري على مدينه رفح الفلسطينيه وفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني لدخول المساعدات الإنسانية للقطاع وكذلك ضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية دون عوائق، إلى أن إسرائيل ضربت بهذه القرارات عرض الحائط واعتبرتها غير ملزمة. ربما هي كذلك كما تدعي دولة الاحتلال، لكنها ستظل وصمة في جبينها أمام العالم وإن أنكرت أو تجبرت.